السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الثالث إعدادي، كذلكم تشغيل الأحرار على الكلام. أقدم لكم في هذا الفيديو جانب من نشاط القلب والدورة الدموية بالفرنسية، الأكتيفيتي كاردياك إي لا سيركيلاسيون سانغي. وسوف نكشف معا على أن القلب هو المحرك للدورة الدموية، لو كور موتور دو لا سيركيلاسيون سانغي. نقدم لكم بعض الوثائق اللي تتأكد ذلك. هنا في هذه الصورة كما تلاحظوا رسم تخطيطي لمراحل الدورة القلبية، نسميه بالفرنسية لي فاز دو سيكل كاردياك، سيستول اوريكولار، سيستول فونتريكولار، دياستول. هذو هما المراحل الثلاث الرئيسية للدورة القلبية: سيستول اوريكولار، سيستول فونتريكولار، دياستول. نقدم لكم بعض المعلومات. يعد القلب بمثابة مضخة، ان بامب، مزدوجة دافعة للدم خلال كل دورة دموية في منحى وحيد نحو العروق الدموية. شنو معنى يعد القلب بمثابة مضخة مزدوجة؟ لأن هناك نصفين، القلب له نصفين، قلب في النصف الأيمن والنصف الأيسر، يعملان معا في نفس الوقت. نشرح لكم ماذا يحدث في هذه المرحلة ديال السيستول أوريكولار، ما يسمى بالعربية الانقباض الأذيني، سيستم أوريكولار هو الانقباض الأذيني. ماذا يحدث؟ كاين هناك ما يسمى ب ايجكسيون دي سون كونتينو دون لي زيريت فيغ لي فونتركولير. اذا هناك تدفق الدم من الأذين اليمنى والأذين اليسرى نحو البطين الأيمن والبطين الأيسر معا في نفس الوقت. إيجكسيون دو سون كونتينو دون لي زوريت فيغ لي فونتركولير. إذا في هذا الإنقباض الأذيني تيكون عندنا واحد إتمام الإمتلاء البطيني بقذف الدم من أذينتين إلى البطينين. البطينين معناه البطين الأيمن والأيسر، هادو تسمى بالفرنسية لي فونتريكول. إيجكسيون دو سون كونتينو دون لي زوريت فيغ لي فونتريكول، فيرميتور دي فالفول أوريكولو فونتريكولير. لأن قدم لكم سابقا بأن فهمتم معنى منحى واحد. يعد القلب بمثابة مضخة مزدوجة دافعة للدم خلال كل دورة في منحى واحد. منحى واحد معناه راه من أذين من هاد لي زوريت فيغ لي فونتركولي وليس العكس. متينتقلش الدم من لي فونتركول نحو لي زوريت، مستحيل، حيث يكون هناك واحد صميم تسمى بالفرنسية دي فالفول، وهاد الصميم هو المسؤول على انفتاح وانغلاق، فهمتيني، هو اللي تفصل ما بين لي زوريت وما بين هاد لي فونتركول تسمى فالفول اوريكولو فونتركولير. اذا فهاد المرحله ديال الانقباض الاذيني ماذا يحصل؟ قلنا لكم سابقا انه سيكون هناك واحد ليجيكسيون دو سون، معنى قذف الدم، ايجيكسيون دو سون كونتينو دون لي زيريت فيغ لي فونتركول. Après, fermeture des valvules auriculo-ventricules pour empêcher le retour du sang vers les oreillettes. C'est bien. Rejoint le sang et là, l'oudin. C'est bien. 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 C'est bien.
المرحلة الثانية مهمة جدا، هو سيستول فوتروكولير، هو انقباض البطين. تحصل فيه ايجيكسيون دو سون كونتينو دون لي فوتروكول فير لي زارتير فيرميتور دي فالفول سيغمويد. نفهموها بشكل جيد. دابا في هذا الانقباض البطيني يتم انغلاق الصميمات الاودي البطيني، هاد اللي كنا في الاول لا فيرميتور دي فالفيل اوركولو فوتروكول، باش ما يسمحش الدم، لا يسمح الدم للرجوع الى الاودينيس، يعني انغلاق صميمات الاودي البطيني وانفتاح صميمات السينيا، يسمى بالفرنسي دي فالفيل سيغمويد سينيا، وقد في الدم نحو الشرايين بالفرنسي تسمو لي زارتير، ايجيكسيون دو سون كونتينو دون لي فونتريكول فير لي زارتير، ايجيكسيون دو سون كونتينو دون لي فونتريكول فير لي زارتير، اي فيرميتور دي فالفول سيغمويد. هذه في المرحله الثانيه من النشاط ديال القلب او النشاط ديال الدوره القلبيه. يجي من بعد المرحله ديال الدياستول، ما يسمى بانبساط العام، دياستول جينيرال، انبساط العام. العضله ديال القلب ترتاح في هذيك المرحله، رومبليساج دي زوريات بار لي فين، بيريود دو ريلاكساسيون كاردياك، ويتم ملء الأودينيزي بالدم من خلال الوريد. هذا الوريد صادر من خلال العضلة ديال الجسم أي باقي الجسم، وهذا الوريد خاص بالرئتين. هنا تيكون مثال باللون الأزرق دليل أنه مشبع بثاني أكسيد الكربون، والدليل الأحمر الفاتح دليل على أن الدم مشبع بالأكسجين. وهكذا تتم عملية سيستول أوريكولير، وتتم مرحلة سيستول فونتركولير، ثم دياستول جينيرال، وهكذا. فهمتوا بشكل جيد؟ فوالا سي تري بيان. فوالا لو كور اي دونك اون بومب كي مي اون موفمون لو سون ا لانتيريور دو سيستيم سيركيلاتوار اورغانيزي اون دو سيركيلاسيون باراليل. بوتيت سيركيلاسيون معنى الدورة الدموية الصغرى، بوتيت سيركيلاسيون تنسمو بين مزدوجتين بيلمونير، معنى بين القلب والرئة، بوتيت سيركيلاسيون بيلمونير اليمونتي بار لو كور دغوا، بار لو كور دغوا. قلنا لكم بأن القلب تنقسم إلى نصفين، كاين القلب أيمن وقلب أيسر، بوتيت سيركيلاسيون بيلمونير اليمونتي بار لو كور دغوا، باروا دي فونتريكول بلومه بالخصوص هذا. فوالا هذا الشطر هذا اذا في الاول تيكون هنا امتلاء ديال الاذين، من بعد تيكون انقباض ديال الاذين، ومن بعد تيكون هنا انقباض ديال البطين، وهكذا. من بعد ترجع الدم مشبع بالاكسجين الى القلب مره اخرى لتمام الدوره الكبرى، تسمى بالفرنسية غراند سيركولاسيون، ولا ما يسمى بالفرنسي كذلك كرون سيركيلاسيون اونتر بارونتيز جينيرال، اليمونتي بار لو كور غوش باروا دي فونتريكول بلو ايبيس، لو كور فونكسيون كوم اون دوبل بامب بار دي باتمون ريتميك، باتمون نبضات الدقه الاولى والدقه الثانيه كما يسمى لو كور، او نبضات الاولى ونبضات الاخيره. Le cœur fonctionne comme une double pompe par des battements rythmiques. Il propulse, ça veut dire le cœur propulse le sang dans les artères pulmonaires et l'arrête ou autre. Après avoir irrigué chaque organe du corps, le sang revient au cœur par les veines pulmonaires. Et les veines caves qui sont mouchbées de tenoxyde de carbone, ou les veines permanentes qui sont mouchbées de l'oxygène. Alors, l'oxygène.
كما قلنا لكم سابقا بأن هذا القلب الأيسر، هذا القلب الأيمن هو المتحكم في الدورة الدموية الصغرى التي تجمع بين القلب والرئة. لاحظ معي، هذه ما يسمى بالدورة الدموية الصغرى فقط، غير القلب والرئة فقط. تنتقل عبر الشرايين الرئوية، الدم ينتقل عبر الشرايين الرئوية نحو الرئة، ثم يتم الرجوع إلى القلب عبر الشريان عبر الوريد الرئوي، ثم يرجع إلى القلب، ثم من يتم قذفه من خلال الشرايين، خصوصا الشريان الرئيسي نحو العضلات أو نحو الخلايا إلى آخره، نحو الخلايا ونحو الأعضاء الجسم. اكزاكتومون هنا فاش تسمى هذه لا غروند سيركيلاسيون، تلاحظوا هذه تسمى لا غروند سيركيلاسيون وهذه تسمى لا بيتيت سيركيلاسيون، باش تفهموا بشكل جيد. اعيد، لو كور فونكسيون كوم اون دوبل بومب باغ دي باتمون ريتميك، يل بروبوز لو سون دون لي زارتير بيلمونير اي لاتر ووتر ابريز افوار اوتر Après avoir irrigué chacun du sang, le sang revient au cœur par les veines pulmonaires et les veines graves. Petite circulation pulmonaire alimentée par le cœur droit, paroi du ventricule plus mince, et grande circulation générale alimentée par le cœur gauche, paroi du ventricule plus épaisse. Il y a des voitures qui هاد الوثيقة تدعم هاد الوثيقة الأولى، الوثيقة السابعة تدعم الوثيقة السادسة. هذه تسمى هذه تسمى التفسير ديال الدورة الرئوية وتفسير ديال الدورة العامة. إذن يجري الدم داخل الجهاز الدوراني في دارة مغلقة من الشريان نحو الأعضاء، من الأعضاء نحو الوريد، والوريد إلى القلب، وهكذا. الوثيقة الثامنة تتبين لكم كوب ترافيرسال دو كور، لي دو فونتركول فورم دو كافيتي، لو فونتركول غوش ايتان 3 فوا بلو غرو كو لو فونتركول دروا. بيان سور لو فونتركول غوش ايتان 3 فوا بلو غرو، لان تيكون هناك واحد الدفع ديال الدم نحو جميع اعضاء الجسم. بيسير تكون قوي، لأن كما قلنا القلب الأيسر هو المسؤول على الدورة العامة المهمة جدا، لأنه يعني توصل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم. أما الدورة الصغرى هي فاش يكون هناك تبادلات الغازية التنفسية، تتم هناك تبادلات الغازية التنفسية، الدم تتجدد. مثلا كان في الاول مشبع بثاني اكسيد الكربون ويصبح مشبع بالاكسجين. هذه الهدف من الدوره الصغرى اللي تجمع بين القلب والرئه، اما ما بين القلب وجميع اعضاء الجسم وهذاك يتم دفع الدم مشبع بالاكسجين الى جميع اعضاء الجسم باش يستفيد من الاكسجين. اذا بيسير يكون قوي عليه، اذا الجانب الايسر اقوى من الجانب الايمن. Coupe traversale du cœur, les deux ventricules forment deux cavités. Le ventricule gauche, le ventricule gauche étant trois fois plus gros que le ventricule droit. لفائدة التلاميذ المستوى الثالث إعدادي، وكذلك مترشحي الأحرار الكرام لا النظام العام أو النظام أبيوف. شكرا لكم على حسن التتبع وإلى اللقاء.